معايا النائب عبد الفتاح سراج، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب. برحب بحضرتك يا فندم. يا اهلا وسهلا، ازيك؟ في مجهود بتقوموا بيه في الفترة الماضية ولسه مستمرين الحمد لله، لكن الفلاح عاوز يطمن لان هو منتظر تسويق المحاصيل بفارغ الصبر. تمام. ايه الجديد في ملف تسويق الذره، خصوصا ان الملف ده الاقتصاد المصري نفسه بيعاني منه، مش الفلاح بس، لان احنا بنستورد من الخارج كميات ضخمه. تمام. هو بص حضرتك، تسويق الذره ده يعني موضوع مهم جدا، والمفروض الشغل الشاغل لوزاره الزراعه والقائمين على العمل بالنسبه للوزاره يشتغلوا على موضوع التسويق، لان انت عارف طبعا مشكله تسويق الذره في بعض المشاكل اللي هي محتاجه حلول، زي المجففات والمباردات بالنسبه لوجه بحري، وجه يملي ممكن عادي يمشي من غير مجففات ومن غير حاجه. تمام؟ الفكره عندنا دلوقتي، انا ليا وجهه نظر بعد اذن حضرتك ممكن يعني اعرضها عليك، ممكن تكون خطا او ممكن يجانبها الصواب. تمام. التغيرات المناخيه اللي احنا حاسين بيها دي طبعا لها تاثير ايجابي، لها تاثير ايجابي جدا على تسويق الذره. احنا بنتكلم على مجفف ايه ده، احنا لو نزلنا اي محافظه دلوقتي هنشوف الذره جف من قبل ما تشتري. هقول لحضرتك ده يعتمد على حاجه ثانيه بقى، يعني احنا ممكن المساله دي هتخدمنا جامد، بس الفلاح هيساعد فيها، اللي هي ايه؟ ان الفلاح بنفسه هو اللي يعمل عمليه التجفيف، واخد بال حضرتك؟ دي هتساعده وهتساعدنا احنا كمان في ان احنا نستغنى عن المجففات. يعني الفلاح لو قرص شويه على انه يجفف المحصول بتاعه في الارض، ما هو الفلاح على فكره ما عندوش اي مشكله، هيقرص على نفسه وعلى اولاده وهيشتغل، هو بس عايز يقول له حد يقول له انا هاخده منك بكام. الفلاح مشكلته حاجه واحده بس، هي ايه؟ ان انت توضح له وتقول له سعرك، ان انت هاخد منك الطن بكذا او الارداب بالذره بكذا، كده يبقى هو عرف في الحاله دي، انا عرف ان كان هيستفيد من المساله دي، هيجفف ويعمل لك وهيطلع لك مخزون او محصول زي الفل ان شاء الله يا رب. هي الفكره كلها عندنا دلوقتي ان احنا يعني يحصل عمليه تكاتف من جميع الجهات، بان احنا نحاول نسوق اكبر قدر بحيث ان احنا نسد الفجوه اللي هي الاستيرادية اللي احنا بنستوردها من بره. يعني احنا لو احنا النهارده احنا في اجتماع ان شاء الله يوم 4 في الاتحاد التعاوني، وهيبقى موجود فيه الجهات المعنيه بخصوص جايبين الادارات الزراعيه وجايبين الناس المسؤولين عن العمل في المديريات، بحيث ان احنا نبدا فعلا عمليه التسويق من بدري ان شاء الله. يا رب، يعني في بشرة خير ممكن تكون جايه قريب ان شاء الله. ان شاء الله، والسعر ان شاء الله يكون مجدي للفلاح ان شاء الله. ان شاء الله. امبارح انا كنت بتكلم على تسويق المحاصيل الزراعية، وكنا بنتكلم على ان في قرار جمهوري صدر بانشاء مركز للزراعات التعاقدية، والى الان لم يتم تفعيل هذا القرار. تمام. دوركم ايه في ان احنا فعلا يخرج عندنا للنور مركز الزراعات التعاقدية؟ بص حضرتك، هو مركز الزراعات التعاقدية ده هو مهم جدا في الفترة اللي جاية، لان انت لازم يعني تزرع الحاجة اللي هتعرف تسوقها. تمام؟ تمام. فمش هيتم الكلام ده الا من خلال الزراعات التعاقديه. طيب الزراعات التعاقديه محتاجه حاجه، انت برضو لازم اعلن سعر المحصول قبل زراعته. صح. يعني وانا رايح اتعاقد مع الفلاح اقول له القطن بتاعك بكذا، الرز بكذا، القمح بكذا، يبقى كده هو عرف. في الحاله دي لازم الاول الدوله عليها جزء، وبعدين القائمين على التعاقدات عليهم جزء ثاني. يعني انا النهارده الدوله لازم تقول او احنا نعلن ونقول ان سعر المحصول الفلاني كذا قبل زراعته، وبالتالي انا لما اقول سعره انا هضطر انا هنزل عشان اتعاقد مع او الجامعات هتتعاقد مع الفلاح، يبقى في الحاله دي انا هيوافق على التعاقد بناء على انه عرف السعر واقتنع بيه. ايوه. فالاول قبل ما اقول زراعه تعاقديه، الاول افعل دور ان انا اعلن سعر المحصول قبل زراعته. اعلان المحاصيل او تسعيرها، ما هو ده برضه هيبقى من دور المركز، يعني المركز هيبقى عنده دراسات بتكلفه الارض الزراعيه. ما انا معاك ان هو دور، بس دور المركز ايه؟ ما هو دور المركز ان هو لازم برضه الاليات اللي هتساعده، مين اللي هياخد المحصول؟ انت يعني طب يعني احنا امتى هنوصل لحل؟ يعني اصل الموضوع طول معالي النائب. لا هو فعلا طول وشكله وحش، بمعنى كمان يعني مش طول بس، ده هو طول وشكله وحش، احنا مش قادرين يبقى عندنا سياسه واضحه نشتغل عليها. هي دي محتاجين ان احنا
يعني على فكره يعني احنا محتاجين قانون، بمعنى احنا بنتكلم على دوله اقتصادياتها قويه، بنتكلم على رجال صناعه عندهم وطنيه لبلدهم في هذا التوقيت مهمين جدا لينا. على فكره لازم على فكرة كل الناس تشارك. انا كنت قاعد ما كنا كان في اجتماع وكان في ناس من الناس اللي هم بتوع الاتحاد الدواجي كانوا حاضرين، والناس فعلا ابدوا استعدادهم ان هم يشيلوا اي كميه موجوده واي من المحصول وهياخدوها بالسعر العالمي، وما عندهمش مانع خالص اي كميه يشتروها ان شاء الله. وانا بطمن كده المزارعين، كلمت حضرتك النهارده دي لوحدها ضمانه، لان انا عارف ان المجهود اللي بتقوم بيه وبتشتغل بيه علشان تقدر تعمل حاجه للفلاح. حضرتك يعني عشت الواقع والمعاناه اللي شافها الفلاح على سنين طويله، فاكتر واحد حاسس بالامه يعني، فربنا يوفقك باذن الله. بشكرك. ربنا يعزك. الله يخليك. سياده النائب عبد الفتاح سراج الدين عضو لجنه الزراعه والري بمجلس النواب، بقول للفلاح المصري كلمه مهمه قوي، اطمن واهدى. ليه؟ النهارده التاجر قاعد مستنيك ويشوفك بتعمل ايه. هو راجل تاجر وقاعد ومعاه راس ماله، العده اللي بيشتغل بيها، صح؟ فانت لما تطلع تقول له لا ده انا ما حدش بياخد مني الذره، ده انا عندي مشكله كبيره قوي الحقوني، يبتدي ينزل في الاسعار ويبتدي يكلمك على ان خلاص ده الموسم هيروح منك والحق انا هاخده منك وانا بقى ربنا يسهل. وحصل قبل كده في القطن، قلت لما نقف كلنا ايد واحده امام جشع التجار هنقدر نتغلب على هذه المشكله. عايزين نهدى. يوم السبت ان شاء الله هيبقى فيه اخبار جميله وهنتابعها مع حضراتكم.